الوالد في الحج رمى عن زوجته وعن الأخت في حج الفرض خشية الزحام الشديد، ما الحكم في ذلك شيخ؟ الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا يرمي عنه، ولو جاز ذلك لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يوكلوا من يرموا عنهم وأن يتأخروا في المزدلفة حتى يأتوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو جاز التوكيل لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يوكلوا من يرمي عنهم. فالرمي جزء من أجزاء الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وتهاون الناس فيه اليوم لا مبرر له، أعني أن بعض الناس يتهاون في الرمي، تجده يوكل من يرمي عنه بدون ضرورة، لكن يريد أن لا يتعب، يريد أن يستريح، يريد أن يجعل الحج نزهة، وهذا من الخطأ العظيم. والذي يوكل غيره يرمي عنه ولم وهو قادر لا يجزئ الرمي عنه، وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. أما مسألة الزحام، فالزحام مشكلته لها حل، وهي أنه بدل أن يرمي في وقت الزحام يمكنه أن يؤخر إلى آخر النهار، إلى أول الليل، إلى نصف الليل، إلى آخر الليل، ما دام لم يطلع الفجر من اليوم الثاني. لكن أكثر الناس كما قلت يتهاونون كثيرا في مسألة الرمي. نعم محمد حفظكم الله، في الفرض والتطوع لا فرق بين الفرض والنفل، لأن النفل يجب إتمامه كما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا قبل نزول فرض الحج. أحسن الله إليكم وبارك فيك الشيخ.